في كل زاوية ثمة معضلة يعيشها اليمن، خصوصا بعد أن عمدت ميليشيا الحوثي إلى إسقاط الدولة وتدشين الحرب على المجتمع، وهو ما دفع بالبلاد إلى مربع الأزمات، وباتت تهدده المخاطر وتستهدف وجوده وكيانه ووحدته التي تحققت قبل 3 عقود، ومثلت منجزا لطالما تفاخر به اليمنيون. مشروع الوحدة اليمنية مشروع عظيم، وقد التف حوله كل اليمنيين، وخلال الفترة الماضية حصلت بعض الأخطاء في هذا المشروع، في مشروع الوحدة، وأساءت إليه بسبب التصرفات النظام السابق. ثم جاء مشروع اليمن الاتحادي الذي جاء به الرئيس عبد ربه منصور هادي، فالتف حوله كل الشعب اليمني. 22 من مايو 1990 هو يوم أشرق فيه حلم مجيد بالنسبة لليمنيين، إلا أن الميليشيات عز عليها أن يعيش اليمنيون بعد كل هذه السنوات حياة كريمة في ظل منجز سعى لأجله جميع أبناء الوطن. تعد محافظة شبوة كغيرها من المحافظات اليمنية التي انحازت إلى مشروع الدولة والإجماع الوطني، وربطت مصيرها بالجمهورية التي حاولت الميليشيات الإنقلابية وأدها، فكانت شبوة وأبناؤها في مقدمة الصفوف للدفاع عنها. شبوة كسرت كل محاولات الإنقلاب على الدولة وعلى مشروع الجمهورية، وانقلابين وقفت لهم هذه المحافظة بالمرصاد: انقلاب ميليشيا الحوثي في عام 2015 محاولتها السيطرة على محافظة شبوة، وأيضا انقلاب الميليشيا الانتقالي. وقفت شبوة عصية بأبنائها ومشايخها ورجال أمنها. كانت وستظل شبوة حجر الزاوية كما وصفها البعض، ففي مطلع العام 2015 رفض أبناؤها مشروع الإمامة والسلالة وخرجت المحافظة بكامل قوتها لمواجهته، فقدمت قوافل من الشهداء والجرحى، كما أنها رفضت مشروع التشطير المدعوم من قوى خارجية، وحطمت آمال وطموحات من كانوا يسعون للتقسيم والتشطير بعد إعلان موقفها وانحيازها الكامل للدولة والمشروع الوطني الجامع. أبو بكر حسين، لقناة بلقيس، شبوة.